ما بين نقابات ديال الجامعه الترابيه ديال الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطيه للشغل، هي تجي في سياق ديال واحد المشروع حكومي ديال اصلاح الاداره. ونحن نريد ان نثير الانتباه انه الاداره ليست هي الوظيفه العموميه فقط، ولكن الاداره اصلاح الاداره يقتضي ايضا الانكباب على اوضاع الجامعه الترابيه وموظفي الجامعه الترابيه. حنا كنعرفوا بانه كاين مشروع الجهويه الموسعه اللي كيشتغل عليه بلادنا، لكن هل العمل ديال الجامعة الترابية يندرج وينساق واحد السياق اللي موازي مع الجهوية الموسعة أم لا؟ كذلك لا يمكن النهوض بأوضاع الجامعة المحلية وإنجاح الديمقراطية المحلية بدون اهتمام حقيقي بأوضاع موظفي الجامعات المحلية، لأن داخلهم كاين فئة هشة اللي يجب الانتباه لها. وكذلك قوانين المدبرة للموظفي الجامعة الترابية يجب أن تكون منسجمة مع قانون الوظيفة العمومية حتى نعطي واحد تصور متكامل للإصلاح سواء على المستوى الجهوية أو الإصلاح. نتقاسموا الرؤية والمعلومات مع المناضلين النقابيين حول ما تعتزم الحكومة القيام به بالنسبة لإصلاح الإدارة، وكذلك هي مناسبة بالنسبة لي لكي استمع إلى الآراء والملاحظات ديال القواعد النقابية ديال هاد جوج ديال المركزيات في إطار تعزيز الديمقراطية. كانت لقاءات أولية، ولكن المشروع النهائي خاصة لا تركيز اللي لح عليه جلالة الملك في الخطاب ديالو الأخير ما قبل الأخير، هو مازال ما وصلش كمشروع متكامل، غادي يتعرض علينا بطبيعة الحال من طرف الحكومة ومن بعد غادي نديو الرأي ديالنا. عندكم شي مقترحات نتوما كفيدرالية؟ بطبيعة الحال لا يمكن اليوم نبقاو في هذا التركيز اللي عندنا، لا يساهم لا ينسجم مع الجهوية الموسعة، لا ينسجم مع دعم الجامعة الترابية، وبالتالي يجب اليوم إخراج لا تركيز إلى حيز الوجود. يعني السلطات ديال الدولة المركزية يجب أن تذهب إلى الجهات والجامعة الترابية. أن الجماعة هي أول مؤسسة في بلادنا تاريخيا لأول لجنة.